كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبدأوا معانا حلقه النهارده من السادسه. تحياتي ليكم في بدايه الحلقه اللي عنوانها كاس عالم. بس قبل ما نروح لكاس العالم خلينا نتكلم الاول على حاله الصدمه، حاله الذهول. الحقيقه ده انا شيء انا مستغربه، يعني ليه الناس في حاله صدمه وليه الناس في حاله ذهول؟ هو ده المتوقع. يعني تعريف الغباء بيقول من الغباء انك انت تكرر تجربه او تكرر خطوات بعينها وتنتظر نتيجه مختلفه. هو ده اللي حصل بالظبط. فطبيعي جدا انه التطور، زي ما في تطور طبيعي للحاجه الساقعه في تطور طبيعي للحاجه السافله. على كل الاحوال في الوقت اللي بيلهو فيه البعض وبيدنو من القاع، ده لو ما كانش هو القاع نفسه الحقيقه، الاهلي يحتفل بانجازاته. افتكر كويس جدا عزيزي الاهلاوي، السنه دي سنه خير على كل الاهلاويه ومستقبل باذن الله مشرق، والاهلي كما تعودنا يغرد منفردا. انت بتختم 22 باذن الله بعدد من الضربات وعدد من النجاحات المهمه جدا، ايام ويتم افتتاح الفرع الخامس للنادي الاهلي في التجمع الخامس، ايام ويتم الاعلان عن تفاصيل عقود رعايه النادي الاهلي في الموسم الجديد، وهي الاضخم على مدار التاريخ وعلى مستوى القاره الافريقيه، ايام ويتم الاعلان عن تفاصيل عقد رعايه استاد الاهلي الجديد. وبالتاكيد طبعا تابعته في الايام الاخيره الكلام على فرع النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله هيكون في العالمين. خلينا الحقيقه نبدا حلقه النهارده بمجموعه من اهم الاخبار والعناوين، والبدايه كما تعودنا في السادسه مع الاهلي. كولر يتسلم تقريرا عن 7 لاعبين في الاهلي قبل العوده للتدريبات. ولاعبو الاهلي يحفزون علي معلول قبل المشاركه مع تونس في المونديال. منتخب مصر يصل للكويت لمواجهه بلجيكا وديا 18 نوفمبر. على لسان بنزيما، رونالدو لم يهنئني بالكره الذهبيه لكنني اركز حاليا على كاس العالم. وبعد جوله في اكثر من 50 دوله مجسم كاس العالم يصل قطر. قبل ما ادخل في تفاصيل الاخبار معاكم، يعني في اوقات كتيره جدا وفي مناسبات كتيره جدا 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 كانت جماهير النادي الاهلي سواء على السوشيال ميديا او حتى اللي احنا بنقابلهم وبنتعامل معاهم، وحتى لو ما كانش في بيننا وبينهم سابق معرفه، بيوقفونا. وانا واثق تماما انه ده بيحصل مع كتير من زمايلي اللي بيشتغلوا وبيمثلوا قناه النادي الاهلي، كانوا في اوقات كتيره جدا بيبقوا زعلانين مننا او غضبانين مننا او بيطالبونا بالرد. لكن مهم جدا وانت بتتابع شاشه الاهلي وانت شايف لوجو وشعار النادي الاهلي وانت بتشوفني دلوقتي، اللوجو ده ليه قدسيه كبيره جدا عندنا ومسؤوليه كبيره جدا عندنا وليه احترامه، زي ما تعودنا وزي ما تعهدنا هنا في القناه، وكان واحد من اهم اساسيات عملنا ان احنا بدايه طبعا نحترم نفسنا ونحترم مشاهدينا ونحترم منافسينا، وقبل ده كله نحترم شعار النادي الاهلي اللي احنا بنمثله وبنظهر على شاشته. دايما اتعودنا كده من يعني حتى مش بس على المستوى المهني، مش بس على المستوى العملي، اتعلمنا ده في بيوتنا، واعتقد انه الغالبيه العظمى والغالبيه الكاسحه من المصريين اتعلموا ده في بيوتهم. احنا شعب طيب، وبالتالي دايما عرفنا ان احنا نعامل الناس باخلاقنا مش باخلاقهم. عرفنا انه اسهل حاجه في الدنيا انك تكون سافل او منحط، الاصعب انك تبقى محترم وتحترم الاخرين وتجبرهم على احترامك. كان ممكن جدا جدا وكان العادي جدا على فكره في زمن الترند والسوشيال ميديا ان انا اطلع النهارده اعرض لكم حاجه اسمها الملف الاسود مثلا يعني. وبالمناسبه هو موجود على السوشيال ميديا، يعني اللي عايز يتفرج يتفرج. لكن مش ممكن ابدا ده يتحط، ومش ممكن ابدا الالفاظ دي تظهر على شاشه بحجم وبقيمه النادي الاهلي. فوقت كتير جدا في بعض المسؤولين عن كيانات شركات انديه ايا كان يعني الكيان ممكن يبرروا عجزهم، ممكن يبرروا فشلهم بنظرية التضليل وتشتيت الانتباه. يعني فكرة انك انت تفتعل معركة ملاش اي اساس من الصحة عشان تداري بيها عجزك او تداري بيها فشلك او تحسس كل من يدعمك ويساندك انك في حالة مؤامرة عليك وانك محتاج هذا الدعم والمساندة يستمر رغم الاخفاقات طول والاخفاقات والاساءة اللي يعني بتمسك انت شخصيا وبتمس كل شيء انت بتنتمي ليه. طيب اسمه الملف الاسود.
طيب نروح لتفاصيل حلقة النهاردة. سويسري مارس الكرة، احنا عارفين طبعا الراحة تنتهي النهاردة، آخر أيام الراحة السلبية، بكرة إن شاء الله الفريق يرجع يتمرن مرة تانية، والنهاردة مارسيل كولر هيوصل. طلب قبل ما يوصل إنه الجهاز الطبي أو دكتور أحمد أبو عبلة يعني المسؤول عن الجهاز الطبي يجهز له تقارير تخص 7 من لاعبي النادي الأهلي قبل ما يرجع الفريق يتمرن مرة تانية. اللعيبة هي أليو ديانج، السولية، متولي، كهربا، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وعلي لطفي. وهو عايز يعرف يعني على المستجدات الخاصة بعملية تجهيزهم وتأهيلهم عشان يبتدي يدخلهم في التمرينات. خليني اقول لكم انه مبدئيا يعني اعتقد ويمكن حتى من قبل الراحه السلبيه كان ديانج وكان السوليه وكان ربيعه دخلوا بشكل تدريجي كده في التدريبات، لكن الوضع بالنسبه واعتقد علي لطفي وكهربا كان عندهم نزله برد، فيعني الدنيا ان شاء الله باذن الله هتكون كويسه. ويمكن متولي ومنعم اللي ما يكونوش جاهزين او ما يبتدوش او ياخدوا بشكل جزء يعني جزء من المران او البرنامج التاهيلي بدايه من بكره ان شاء الله مع استئناف العوده للتدريبات. بمناسبه الاهلي، وطبعا انتم عارفين اللي هيغيب كده كده معلول، علوله في قطر عشان مع منتخب تونس في البطوله. بنتمنى، انا الحقيقه يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، بس هقولها لكم يعني. انا يعني تونس مش شايفها ليها فرصه كبيره قوي في البطوله، اتمنى طبعا كل المنتخبات العربيه، لكن هشجع تونس عشان معلول، يعني ده شيء ما فيهوش نقاش. وكل او اغلب لعيبه النادي الاهلي تواصلوا في الايام الاخيره مع معلول عشان يعني يحمسوه ويدعموه، وباذن الله ان شاء الله يعني نفسي واحد حتى من المنتخبات العربيه، المغرب تونس او السعوديه او حتى قطر يعني انها تروح لبعيد في البطوله. لكن شايف فرص المنتخب المغربي والسعودي الى حد كبير كويسه، والنهارده هنتكلم، هيشرفنا فاروق عصام، وهيكون معانا واحد من نجوم تونس اللي يفتكروا طبعا، واحد من اهم نجوم المنتخب التونسي، البرازيلي الاصل التونسي الجنسيه، خوسيه كايتون، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه، ونتكلم معاه على فرص المنتخب التونسي. طبعا نتكلم على منتخب الحقيقه عريق على مستوى المشاركه في بطولات كاس العالم، نتكلم على 6 مشاركات، لكن لغايه دلوقتي ما قدرش او ما نجحش المنتخب التونسي في انه يكسر حاجز التاهل عن مرحله المجموعات، يعني دايما بيخرج من دور المجموعات، لكن يحسب ليه انه الحقيقه قدر يتاهل 6 نسخ في بطوله كاس العالم. بنزيما، وكلام كان على بنزيما بعد جائزه البالون دور، وقبل طبعا انتوا عارفين انه بنزيما ورونالدو الاثنين بيشاركوا في البطوله، والاثنين هيلعبوا واحد مع فرنسا وواحد مع البرتغال، واحتمال كبير جدا جدا يعني هو الاكيد انه بنسبه كبيره يعني انه دي هتكون اخر بطوله للاثنين يعني، الا لو حصلت معجزه، لكن في النهايه اعتقد انه بنزيما ورونالدو معاهم مثلا ليو ميسي، ده ممكن يكون اخر مونديال ليهم. كان ليه بعض التصريحات الغريبه جدا، وعلى الرغم من العلاقه الطويله، علاقه نجاح وتعاون مشترك جمعت بين بنزيما ورونالدو في الريال، الا انه تصريح كان قبل بدايه بطوله كاس العالم على طول من على لسان كريم بنزيما بيقول انه كريستيانو رونالدو ما وجهش التهنئه لبنزيما بمناسبه فوزه بالبالون دور، ودي كانت طبعا مفارقه غريبه جدا، لكن في جميع الاحوال هو بعت الرساله وقال لك ده شيء ما يعني ما يشغلنيش، لكن انا مركز بشكل كبير جدا مع منتخب فرنسا في بطوله كاس العالم. النهارده منتخبنا كمان وصل للكويت استعدادا للدخول في المعسكر او المرحله الثانيه من معسكر المنتخب عشان يستعد لمباراه يوم 18 ان شاء الله. خلي بالك بلجيكا لسه ما وصلتش، بلجيكا هتوصل يوم 16، يعني بلجيكا هتوصل يوم 16 تتمرن 17 تلعب معانا 18. وانا الحقيقه امبارح كده كنت بفكر في الماتش ده، شايف انه المنتخب قدامه فرصه كبيره جدا، يعني المنتخب الوطني وروي فيتوريا قدامهم فرصه عظيمه جدا، اولا على مستوى الجديه، يعني على مستوى انك تاخد لقاء محمل الجد. كفه المنتخب المصري ارجح، كفه المنتخب المصري ارجح، الناس دي بتلعب مباراه يعني على سبيل الاعداد لبطوله كاس العالم، مش هتديها الفول باور، مش هتديها يعني المستوى الكبير من الاهميه او الجديه، وهم بعد ايام هيبتدوا مشوارهم في كاس العالم. بالاضافه طبعا انه اللعيبه هتبقى خايفه على نفسها جدا من الالتحامات، خايفه على نفسها من السبرنتات، خايفه على نفسها من اي نوع من اشكال الاصابه اللي ممكن يهدد مشاركتهم في البطوله.
بالاضافه لانه في عامل نفسي بيقول انه ويعني وليه لا؟ يعني ليه مصر ما تكسبش بلجيكا؟ ممكن جدا نكسب بلجيكا في المباراه اللي جايه، ولو كسبت الماتش ده رغم انه ماتش ودي يعني انا هشوف انه تاثيره الايجابي وانه هيكون دفعه كبيره جدا لمنتخب مصر في الفتره اللي جايه تحت قياده لوي فيتوريا انك تكسب في بدايه مشوارك واعدادك لتصفيات امم افريقيا منتخب كبير جدا بحجم المنتخب البلجيكي. لما بتكسب ايطاليا، لما بتعمل عرض قوي قدام البرازيل، مستوى الثقه بالنفس والحاله المعنويه بتبقى في ايمانك بقدراتك وثقتك بنفسك على مستوى الفريق ككل وعلى مستوى الافراد بيبقى في اعلى مستوياته. فانا شايف انه ان شاء الله اراهن يعني اراهن واتمنى انه منتخبنا ان شاء الله يعمل جيم كبير جدا قدام بلجيكا، وخصوصا انه حتى الناس يعني بص للكالندر او الاجنده بتاعتهم، ناس مسافره واصله الكويت 16 هتتمرن ماتش يوم واحد بس 17 وتلعب معاك 18، فيعني مش مديين المباراه الاهتمام اللي احنا اكيد مهتمين. انا ما بنكرش ان هم ما كانوش هيلعبوا ماتش ودي قبل في فتره اعداد قبل ما يروحوا كاس العالم، اكيد هي تجربه مهمه، لكن انا بقول مستوى الاهميه بالنسبه لنا اعلى بكتير جدا من المستوى البلجيكي. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. طيب نروح لكاس العالم 22. وانا النهارده يعني حلقتنا النهارده طول او حلقتنا الاسبوع ده كله هتكون مرتبطه بكاس العالم. كاس العالم فيه تاريخ طويل جدا، وبنتكلم على ذكريات وماتشات ونجوم ونهائيات وملاعب واستادات، كرنفال عالمي. ما اعتقدش انه في حدث على سطح الكوكب مهما كان اهميته، مهما كان مستواه، مهما كان حجم الحضور فيه بالنسبه للكوكب ممكن يشد اهتمامه زي بطوله كاس العالم. بطوله بنستناها اربع سنين، مره كل اربع سنين، وبتلاقي العالم كله حتى المنتخبات، يعني احنا منتخب مصر مش رايح، لكن اكيد طبعا المصريين هيبقوا ورا شاشات التلفزيون في اغلب الماتشات عشان يتابعوا البطوله. حاله الشغف بكره القدم، الكرنفال، شكل الجماهير، الملاعب، كلنا في حاله ترقب دلوقتي، وتقدر تقول ان كل واحد بدا العد التنازلي الخاص بيه عشان بدايه البطوله. فالنهارده وبكره وبعده وعلى مدار الاسبوع هنتكلم كاس عالم وذكريات، وهنعرض لكم قصص واساطير ولقطات يمكن اجيال كتيره جدا ما تكونش سمعت عنها او كانت شافتها. النهارده وصل مجسم كاس العالم لقطر بعد ما كان يعني واخد جوله على سطح الكوكب، جوله شملت اكثر من 50 دوله ومنطقه، ودي جوله معتاده طبعا. كل اعتقد انه حتى يمكن قبل كاس العالم في روسيا، يمكن عشان مصر كانت مشاركه طبعا، كاس العالم جه هنا، نسخه كاس العالم جت عندنا هنا في مصر وكان ليها زي ايفنت كده او يعني فعاليات والناس راحت اتصورت والى اخره. فهو بيلف في عدد كبير جدا من دول العالم، وصل خلاص اوريدي لقطر، وكاس العالم ان شاء الله هينطلق في بدايته يوم 20 نوفمبر بمواجهه قطر والاكوادور. هيكون في حفل افتتاح طبعا كبير جدا، نتمنى طبعا لازم نتمنى النجاح لقطر في شيء هيحسب للمنطقه كلها وللدول العربيه قدرتها على استضافه حدث كبير جدا زي كاس العالم. واعتقد ان هم على الرغم من كل يعني محاولات الهجوم او التشكيك او الاتهامات اللي طالت المسؤولين عن تنظيم البطوله في السنوات الاخيره، لكن اعتقد انه شكل البطوله في النهايه بصرف النظر عن التفاصيل دي مش بتاعتي يعني مش انا اللي هتكلم فيها، اعتقد انه هيكون كاس عالم فريد من نوعه ونتمنى النجاح ان شاء الله باذن الله. نتكلم طبعا انه بدايه من النسخه اللي بعدها هيكون عند لو ما تاهلناش بقى 2026 يبقى في مشكله، لان نسخه 2026 هتلعب ب 48 منتخب، ومفترض انه حصه قاره افريقيا من المقاعد في النسخه دي هيوصل ل 10 مقاعد، يعني بدل ما كان بيتاهل عندنا خمسه بقى بيتاهل 10، واعتقد انه مصر لازم تكون من ضمن ال 10 منتخبات دي. نروح معاكم كده نشوف مجموعه من الارقام، طبعا احنا بنتكلم على طبعا نواحي تسويقيه، نواحي ماليه، دعايه، ماركتنج، حاجات كتيره جدا مرتبطه بالبطوله. خلينا نتابع كده انفوجراف بيتكلم على اقل القوائم من حيث القيمه الماليه اللي بيشاركوا طبعا في كاس العالم. نبدا نسخن لاستقبال البطوله الاهم، البطوله الاكبر، البطوله الاقوى، بطوله كاس العالم 2022. وانت بتتكلم على 2022 شريط ذكريات، كل واحد فينا يعني لما بيجي اسم بطوله كاس العالم كل واحد فينا بيسترجع
بدايه من اول بطوله اتفرج عليها، وما يقدرش ينسى لحظات، وما يقدرش ينسى منتخبات، وما يقدرش ينسى نجوم كتيره جدا متعتنا في بطوله كاس العالم. عشان كده هنحاول نشوف معاكم، اولا طبعا مهم نشوف ونقرا البطوله اللي جايه واللي احنا مستنيينها، نتكلم فيها على المنتخبات الاقوى، المنتخبات الاوفر حظا، حجم النجوم المتواجد وتاثيرهم في البطوله دي، نتكلم على اهم نجوم الكره الارضيه، وكمان طبعا يعني لازم يكون لينا وقفه مع منتخباتنا العربيه اللي بتشرفنا وبتشارك في البطوله، والمنتخبات الافريقيه اللي بشوف منها الحقيقه يعني وان كانت ثلاثه مش هقدر استبعد، صحيح السنغال يمكن في صداره المشهد، لكن الكاميرون عندها تاريخ وعندها شخصيه، غانا يعني ما تقدرش تقول انه منتخب مش كويس، ففي النهايه برضو كل التوفيق للمنتخبات الافريقيه. نستمتع بقى بالممتع فاروق عصام اللي بيشرفنا زي ما تعودنا في السادسة، بس مش يوم الأربعاء النهاردة الحد بيكون ضيفنا. أهلا وسهلا يا فاروق. أهلا بيك يا أحمد، أنا مبسوط دايما إن أنا معاك وبتوحشني حتى لو يومين ثلاثة يعني. بنستمتع بيك دايما يا فاروق والله. طيب خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل والكلام، وإحنا بنتكلم على حظوظ المنتخبات العربية، معانا واحد من نجوم المنتخب التونسي اللي بيشارك، شارك 6 مرات يا ما شاء الله يعني، ونتمنى له المرة دي طبعا إنه يتجاوز مرحلة دور المجموعات، جوزيه كلايتون طبعا مدافع باستيا الفرنسي والمنتخب التونسي بيشرفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا في السادسة، وأهلا وسهلا بيك جوزيه على شاشة الأهلي. مساء الخير، مساء الخير للجميع، سعيد بالمشاركة وهو شرف كبير لي تواجد على قناة الأهلي، وشكرا جدا على وجودي وعلى دعوتي في القناة. أيام بتفصل بداية مشوار المنتخب التونسي، بالتأكيد طبعا تابعته في الفترة الأخيرة، تقييمك بس بداية لتحضيره واستعداداته لبداية مشواره في كأس العالم. بالنسبة للمنتخب التونسي وإعداداته في التأهل في لبطولة كأس العالم، هم مستعدين بشكل كبير، والسبب في دوت إن الاستعدادات نفسها هي اللي جعلتهم يتأهلوا للبطولة على مدار البطولة وعلى مدار التصفيات. أعتقد أن المنتخب التونسي هيعمل بطولة كويسة بشكل مجمل في النسخة القادمة. رأيك في الجيل الحالي لنجوم المنتخب التونسي، ورأيك أيضا في إمكانيات جلال القدري طبعا المدير الفني، شايف فرصهم إيه في كأس العالم، وشايف منتخب تونس يقدر يروح لفين أو يوصل لفين؟ بالتأكيد هو الهدف بشكل مجمل للمنتخب التونسي ان هو كان يتأهل، وهو ده هدف كبير بالنسبة له، ولكن نأمل ان هو يقدر، بالنسبة لنا في رأيي انا واللي انا بأمله، ان هو يقدر يروح لدرجة ابعد، نقدر نقول دور ابعد في البطولة، بالجانب طبعا بالإضافة مع منتخب عربي اخر هو منتخب المملكة العربية السعودية. بالنسبة للعيبة هم مركزين، هو ده ممكن يساعد بنسبة كبيرة المنتخب التونسي في انه يروح مكان بعيد داخل البطولة. الجيل ده من وجهة نظرك مقارنة بالأجيال الخمسة اللي شاركوا قبل كده، يعني مكانته فين ويقدر يوصل لفين؟ هل شايف انه لأول مرة ممكن تونس تتخطى يعني دور المجموعات؟ معاكم منتخبات اعتقد فرنسا والدنمارك واستراليا، فرنسا والدنمارك من المنتخبات اللي مقدمة يعني مستوى مميز جدا في الفترة الأخيرة. أعتقد أن المنتخب الدنماركي منتخب قوي جدا في المجموعة، والمباراة الأولى هتكون بالنسبة لي مع المنتخب التونسي، فبالتالي المسابقة هتكون في مستوى تاني خالص نهائي، وبالتالي المباراة هتحتاج ان انت تلعبها قدام المنتخب الدنماركي بذكاء كمنتخب تونسي، وهتعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين وعلى القامات والاسماء اللي عندك داخل المنتخب بحيث تقدر تتأهل.
فاروق تحب تسال جوزيه؟ انا حابب اساله بواقع خبرته في تجاربه في كاس العالم. يمكن المنتخب التونسي فضل الاعتماد على مدير فني وطني وهو جلال القدري، ودي موضه ماشيه في المنتخبات الافريقيه، حتى الكاميرون والمغرب والسنغال كلهم منتخبات وطنيه. فهل المنتخب المدرب الوطني في بطوله كاس العالم هو مفيد اكتر، ولا مدرب اجنبي ليه خبرات وليه تجارب سابقه في كاس العالم، انهي افيد للمنتخب التونسي؟ المدرب عنده فرصة كبيرة ان هو يتحكم في المنافسات ويتحكم في الاعدادات نفسها بتاعت المنتخب علشان كاس العالم، فبالتالي انا زي ما قلت قبل كده ان المدرب دوت هو مدرب ذكي، فيقدر يستغل الفرصة اللي عنده دي ان هو يأهل بيها المنتخب التونسي اللي بعد كده انه يروح ابعد في البطولة. وبالتالي هو برضو عنده القدرة ان هو ينافس بالفريق كله في هذه الحالة. مين اللاعبين اللي يشوفهم كلايتون يقدروا يصنعوا الفارق مع منتخب يعني طبعا منتخب التونسي كله اسماء محترمه جدا، وبالتاكيد اختاروا افضل اللاعبين الموجودين على الساحه في تونس، لكن انت من وجهه نظرك مين اللعيبه اللي ممكن تراهن عليها انها تقدر تصنع الفارق، تكون يعني تكون نقطه مهمه جدا في سبيل التاهل عن المجموعه؟ زي ما لعبت قبل كده كنت في مركز الباك الشمال، كابتن علي معلول بالتأكيد من الأسماء، وهو بالنسبة لي لعيب متخصص، لعيب ذو خبرة، لعيب ذو قامة كبيرة في الملعب، فهو من أهم الأسماء اللي موجودة معانا في المنتخب التونسي اللي يقدروا يقدموا مستوى ويساعده في تقديم مستوى كبير بالنسبة للمنتخب التونسي على مدار البطولة. وأيضا بيلي لاعب كبير موجود معانا داخل المنتخب، بالنسبة لي مفضل ان هو يكون موجود ومتاخد في القائمة، خصوصا ممكن نحتاجه في المباراة اللي هي تكون امام الدنمارك. يعني انا معلوماتي ان قائمة المنتخب التونسي هيتم الاعلان عنها غدا، هل تتوقع ان يكون فيها اي مفاجآت سواء بالخروج من القائمة او الانضمام ليها؟ ما اعتقدش ان هيكون هناك مفاجآت كبيرة على خلاف يعني القائمة نفسها اللي هيتم اعلانها غدا الاثنين للمنتخب التونسي للمشاركة في كاس العالم. انا مش منتظر مفاجآت، انا منتظر يعني بعض اللاعبين المتوقعين، لكن مش مفاجآت كبيرة اللي ممكن تحصل داخل القائمة نفسها اللي هيتم اختيارها. انا حابب اساله عن الفرق ما بين جيل 2018 وما فيش تغيرات كتير، لكن شفنا في تصفيات كاس العالم المنتخب التونسي اداؤه افضل بكتير من السنوات الاخيره، فمقارنه جيل 2018 في روسيا والجيل الحالي للمنتخب التونسي، هل هو شايف ان الجيل الحالي يقدر يذهب بعيدا في البطوله ويتاهل من مجموعات، خصوصا ان مجموعه صعبه، وكانت مجموعه برضه في 2018 كانت مجموعه صعبه؟ المجموعة حاليا قوية جدا، الدنمارك، استراليا، وفرنسا. بالنسبة مقارنة هذا الجيل بالجيل الماضي، الجيل الحالي هو يعتبر مش هنقدر نقول أعظم، لأن اللعيبة اللي موجودين في الجيل الماضي لعيبة عظام برضو، ولكن هو أقوى، متمرس أكتر، ذو خبرة أكتر. اللعيبة بالنسبة لها كرة القدم، وكرة القدم كرة القدم هي أهم شيء، واللي يميزهم عن الجيل الماضي بتاع 2018 إن هم عندهم رغبة للوصول لأبعد في البطولة. طب بعيدا، أنا يعني ما عنديش طبعا علم أنت متابع الكرة الأفريقية بشكل عام ولا لأ، ولا تركيزك كله مع تونس، لكن لازم أسألك برضو، هل بتشوف أن في واحد من المنتخبات الخمسة، إحنا عندنا تونس، المغرب، غانا، الكاميرون، والسنغال، هل شايف فيهم منتخب
يملك من الحضور والقوة انه يقدر ينافس الكبار او يروح يتأهل مثلا لدور 8 او دور 4؟ هل شايف واحد من المنتخبات دي ممكن يروح لبعيد في كأس العالم؟ للأسف مصر ما تأهلتش. مصر بتحب الكرة جدا وللأسف هي مش موجودة. هي منتخب قوي، منتخب بيعرف يلعب كورة، منتخب متمرس في الكورة داخل القارة، في القارة الأفريقية. المنتخبات اللي تأهلت مغاكو، المغرب بالنسبة لي هي المنتخب اللي ممكن يكون عنده الحظوظ الأقوى مع السنغال إن هو ينافس الكبار خلال هذه البطولة، خلال هذه المنافسات. والله أخجلتم تواضعنا، أنت حسستني إنه مصر لو كانت مشاركة في البطولة ممكن شيء يعني كتر خيرك يعني يحسب ليك يا جوزيه كلايتون. لكن بعيداً عن المنتخبات العربية والأفريقية، طيب يعني لو الفرقة دي ودعت البطولة بدري، جوزيه كلايتون هيشجع مين أو هيتابع مين؟ وشايف مين المنتخب اللي ممكن تبقى يعني فرصته أكبر لتحقيق لقب البطولة؟ سي أعيد السؤال، هل تحب أكرر السؤال تاني؟ مين المنتخب بعيدا عن المنتخبات الأفريقية، مين المنتخب اللي جوزيه كلايتون حريص على متابعه هيتابع ماتشاته وشايف انه عنده فرصة كبيرة لتحقيق اللقب؟ سي ده أسهل سؤال يا كلايتون. اوكي ايطالي بالتاكيد. انا كنت افضل طبعا اشوف مصر عشان محمد صلاح زي ما قلت، ولكن بعيدا عن المنتخبات العربيه المنتخب الايطالي ما تاهلش، وهو منتخب قوي جدا، منتخب نقدر نقول تقليدي في الكوره، بطل عالم، وللاسف هو ما تاهلش، وكنت احب اشوفه جدا اللي كانوا يبقوا موجودين. طيب السؤال كان بعيدا عن المنتخبات الافريقيه، مين المنتخب اللي انت هتكون حريص على متابعه ماتشاته من بدايه البطوله، منتخبك المفضل يعني، واللي تتمنى انه يحقق لقب او عنده فرص كبيره من وجهه نظرك انه يحقق لقب ببطوله كاس العالم؟ بالتأكيد في حالة ان هنتكلم عن المنتخبات بقى اللي تم تأهيلها لكأس العالم وهتلعب البطولة، بعيدا عن المنتخبات العربية البرازيل، انا برازيلي، لو ربنا اراد اتمنى ان نروح بعيد، وبجانب المنتخب البرازيلي منتخب الارجنتين ومنتخب المانيا. جوزيه كلايتون نجم الكرة التونسية، طبعا نجم منتخب تونس ونجم باستيا الفرنسي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق، ودعواتنا وقلوبنا مع منتخب تونس طبعا في مشواره في كاس العالم، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه. شفت كلايتون وهو بيلعب؟ هيشجع في اواخره كان كويس جدا، بس هو بيشجع البرازيل والارجنتين في وقت واحد. غريبه جدا اللي شجع البرازيل ما يروحش الارجنتين. صحيح. واللي يروح الارجنتين ما يروحش البرازيل. صحيح. لكن في النهايه هما الاثنين منتخبين اقوياء جدا، مصنفين واقوياء. طب خليني قبل ما اخش في تفاصيل البطوله والمنافسه وكده، برضو لازم نقول شويه انك في يعني طبيعي بحكم يعني الهوى، بحكم الانتماء، بحكم المصالح المشتركة، انه نفسك في منتخب عربي على الاقل يتأهل من دور المجموعات، مش لازم يوصل دور 8 ولا 4 بس يوصل 16، يطلع بره الثلاث ماتشات اللي هم مكتوبين علينا دول ويروح لبعيد شوية. قبل المنتخبات العربية انا يعني الواحد ما كانش متخيل انه كل ما البطولة هتقرب هيحس بالحسرة
او الندم على عدم تاهل المنتخب للبطوله من اللي بيشوفه من استعدادات هناك في من المصريين المتواجدين في قطر ومدى اندماجهم مع بطوله كاس العالم ووجودهم لمسانده المنتخبات سواء العالميه او روابط المشجعين الموجوده في قطر. في هناك المراسلين اللي راحوا اتكلمت معاهم قالوا ان التواجد المصري كان كبير جدا ولو المنتخب كان موجود طبعا احنا شفنا الاهلي في كاس العالم كنت هتلعب اكنك بتلعب الاهلي في السوبر افريقيا فعلا اكنك بتلعب في مصر فكانت فرصه بالنسبه لنا مثاليه ان هي البطوله اعتقد ان هنقعد سنين كتير مش هتتلعب في دوله عربيه بعد اللي حاصل حاليا من ضغط على المنتخب على دوله قطر كدوله منظمه. احنا معانا المجموعات يا ريت نلعب المجموعه الاولى اللي فيها السنغال المفترض طبعا كانت اللي خدت بطاقه التاهل عن على حساب مصر فلو المصري. احنا كنا مكان السنغال كنا هنلعب وسط جماهير مصريه في مواجهه قطر ومواجهه اعتقد معاهم هولندا والاكوادور هي يعني بس الفكره يعني انت كنت هتلعب قطر في قطر يعني ممكن دي تاثر شويه. لا انت بتتكلم على كاس عالم بقى ده راجل بيقول لك كان نفسي اشوف مصر في كاس العالم بقول له مين المنتخب اللي ممكن يروح بعيد قال لي كان نفسي اشوف مصر منتخب قوي كله كان نفسي اشوف محمد صلاح. الناس شايفانا يعني بتهيألي افضل بكتير جدا ما احنا شايفين نفسنا. طبعا طبعا وكله نفسه يشوف محمد صلاح والفكره اللي انت قلت عليها الاسبوع اللي فات ان حرام واحد زي محمد صلاح يبقى موجود وما يتواجدش في كاس العالم وهالاند ولاعيبه كتير تانية فاحنا بنتكلم ان مجموعه دي قائمه السنغال دي مقام منتخب السعودي دي مقام المنتخب السعودي قائمه منتخب السعودي كان في النهارده تغيير مفاجئ كده شويه ويمكن هو ما كانش مفاجئ وهو فهد المولد ما بقاش موجود بسبب عليه قضيه هو مش لحد دلوقتي هي موضوع المنشطات ما تمش اثباته ولكن تجنبا لاي عقوبات او اي مشاكل المنتخب السعودي فضل ان هو يستبعد فهد المولد من القائمه واحد من نجوم المنتخب السعودي المتمرسين. عندهم لعيب خط نص اللي بيلعب في الهلال اسمه سلمان ده كابتن المنتخب السعودي بتاع الهلال واحد من اللعيبه الكبيره جدا ده لعيب عالمي بصراحه طبعا واحد من اللعيبه الكبيره هم بيعولوا عليك هي الكوره في السعوديه اتطورت جامد جدا فاروق في السنوات الاخيره بصراحه جدا والاحتكاك مع لعيبه محترفين بنشوف لعيبه محترفين دلوقتي بينضموا للدوري السعودي مطلوبين في انديه كبيره في اوروبا سواء يروح لبعيد السعوديه يعني منتخب السعوديه يروح. بص المجموعة برضو مش سهلة خالص انت معاك الارجنتين وهو اعتقد ان هو حاجز مركزه في الصدارة بعد كده معاك بولندا منتخب قوي المكسيك مدرسة معروفة في كاس العالم عندها خبرات كبيرة واللعيبة اللي موجودة هي نسخة ورا نسخة المكسيك دايما محافظة على تواجدها في كاس العالم فعندهم الخبرة. الحاجة الوحيدة اللي بترجح كفة السعودية في وجهة نظري هو هيرفي رينار مدرب كبير ليه تجربة مع المنتخب المغربي وقال أفضل مدرب جه اشتغل في أفريقيا طبعا في أفريقيا وفي مع المنتخبات العربية سواء على صعيد يعني المنتخبات هو راجل حقق 2 بطولتين كأس أمم واحدة مع المنتخب الزامبي اللي ما كانش حد أعتقد مرة ديفوار في 2015 و2012 مع المنتخب الزامبي اللي ما كانش حد مرشحه مصنف ما كانش مصنف خالص قبل البطولة لكن هيرفي رينار قدر يكتب اسمه في الكرة الأفريقية وبعد كده لما انتقل للمنتخبات العربية سواء مع المغرب أو مع السعودية هو قدم كورة كويسة جدا فهو الوحيد اللي ممكن السعودية تعتمد عليه ان هو يخلق المفاجأة. ضد الأرجنتين هيبقى صعب المكسيك وبولندا ممكن تاخد تعادل مع فوز تحقق 4 نقط والتأهل لكن هي المجموعة والله صعبة والله أنا شايف السعودية ممكن تعدي المكسيك وهولندا احنا بنتكلم في المجموعة هي بالنسبة للمنتخبات العربية هي المجموعة اللي تقدر منتخب يتأهل منها نسبيا لأن معاك بولندا والمكسيك تقدر تاخد منهم نقط. طيب في حاجة تانية في قائمة المنتخب السعودي؟ لا هو بس فهد المولد اللي كان التغيير النهاردة بسبب القضية اللي عنده دي وبعد قائمة كده العنابي قائمة منتخب قطر وهل بتشوف أن السكواد القطري خد بالك المنتخب ده لعب اعتقد كوبا امريكا ولعب تصفيات أوروبا. اوروبا دي قائمه منتخب قطر مفيش عليها تغييرات كتير لنسخه كاس اسيا اللي خدوها اللي قدر المنتخب القطري ياخدها عن جداره واستحقاق وكان اداء جيد جدا يمكن السنين اللي فاتت الاداء تراجع شويه خصوصا في البطوله العربيه اللي كانت موجوده في قطر لكن حاليا هو النتاج للتطور القطري والتحضير اللي استمر اعتقد لاكثر من 10 سنوات فيليكس سانشيز المدرب الاسباني كان موجود في مع جيل الشباب وبعد كده طلع الجيل ده بقى جيل منتخب اول واكتسب الخبرات بمشاركته مع المنتخبات امريكا الجنوبيه في البطولات لان طبعا قطر هي الدوله المستضيفه لكاس العالم. غريبه قوي احنا انا استغربت يعني ما هو ما فيش تصفيات في اسيا لان هي الدوله المستضيفه وكده كده مترشحه فقالوا بدل الاحتكاك باسيا انا فاهم انت بتلعب بطوله امريكا الجنوبيه يعني تلعب كوبا امريكا
تلعب تصفيات اوروبا برضو، يعني حاجه غريبه. هدف حلو او الواقعه الاولى من نوعها في طبعا طبعا، واعتقد ان هدف كويس، لان انت لازم تحتك بالمنتخبات اللي هتقابلها في البطوله. انت لو فضلت تلعب منتخبات اسيا وتواجدت في التصفيات حتى وشاركت فيها رغم تاهلك، برضو هتحتك باستراليا واليابان والسعوديه والبحرين. اهم لعيبه قطر من وجهه نظرك؟ طبعا المعز علي، هو واحد علي. هو راشفورد العرب ولاعب جيد جدا وسريع، من اصول سودانيه. وطبعا اكرم عفيف واحد من افضل صناع اللاعب اللي موجودين في قاره اسيا، هو قبل كده خد افضل لاعب في اسيا. ويمكن عبد الكريم حسن ده ظهير ايسر وجناح ايسر، بيلعب زي كده علي معلول في النادي الاهلي، يقدر يتقدم ويلعب كجناح كمان مش ظهير. ففي عناصر جيده وفي تجانس كبير هيبان بقى في البطوله دي. مجموعتها صعبه عليها ولا سهله نسبيا؟ لا سهله نسبيا، يعني سهلة لو اتكلمنا عن المنتخب القطري لو ظهر بقوه اعتقد ان هو قادر على التاهل. المنتخب الهولندي منتخب في بطولات كاس العالم لا تامن ابدا. المنتخبين اعتقد في كاس العالم قبل البطوله ترشحهم كده للذهاب بعيد، هولندا وايطاليا. ايطاليا مش موجوده، فهولندا دايما ممكن ترشحها ان هي تتاهل. غير هولندا بقى في المجموعه الاكوادور والسنغال. السنغال بدون ساديو ماني اعتقد ان هي بقت في متناول شويه، لان بدون ساديو ماني خلاص الفرقه كلها اكنك مثلا داخل مصر البطوله، ومحمد صلاح زي بالظبط في 2018 ما لعبش المباراه الاولى وتعرض للاصابه، فالسنغال حظوظها قلت شويه باصابه المباراه الاولى اللي هي كانت بتاعت اوروجواي. اوروجواي ما لعبش فيها. احلى ماتش لعبناه في كاس العالم بتاع روسيا. طبعا، ومحمد الشناوي تالق وكنا احنا يعني خلاص على شفا حفره. يعني هو اصعب ماتش، اصعب خصم طبعًا في المجموعه اوروجواي، بنجومها بكافاني بسواريز بجودين بالتشكيله دي، واول ماتش في كاس العالم بعد سنين طويله جدا، جيل يعني ما يعرفش عن ايه كاس عالم، فبالتالي ماتش صعب ولعبت واديت وتعادلت. الماتشين اللي بعد كده روسيا والسعوديه احنا انا كنت بشوف ما جيناش بصراحه ضد اوروجواي. احنا لو كنا حافظنا على النتيجه وما استقبلناش الهدف في اخر المباراه، احنا كان مسيرتنا هتختلف تماما. يعني مسيرتنا كانت هتختلف لولا مباراه اوروجواي، ان احنا للاسف استقبلنا هدف متاخر، ده اثر علينا ضد روسيا وضد المنتخب السعودي. وكمان كان في بقى شويه بقى انت عارف بقى المشاكل اللي كانت موجوده والفندق الاقامه والكلام ده اثر علينا كتير. لكن لو رجعنا تاني للمجموعه الاولى اللي موجود فيها قطر، اعتقد ان ليها فرصه تاهل مع المنتخب الهولندي وتطلع السنغال لو ساديو ماني موجود، بس انا ما اعتقدش ان هو يبقى موجود. اعتقد السنغال حظوظها قلت جدا. الاكوادور حاجه كده ضيف شرف. الاكوادور منتخب كان جيد في التصفيات، حقق نتائج ايجابيه، لكن في كاس العالم هو خلاص حقق التارجت اللي هو حاطه ان هو يتاهل لكاس العالم. يعني ما عندوش اهداف اكتر من كده، فاعتقد ان هو هيبقى يعني ممكن هو المتزايل في المجموعه. تمثيل مشرف يعني. اعتقد تمثيل مشرف، وهتبقى ما بين قطر وهولندا والسنغال يعني. طيب المنتخب ده انا اراهن عليه بقوه، يعني انا لسه هشوف واقرا تفاصيل مجموعته مع فاروق، بس اسود الاطلسي بالتشكيله دي بشوف ان المنتخب المغربي في التوقيت الحالي بيفكرني بالنسخ القويه من منتخب المغرب، يعني منتخب بدو الزاكي وبودربالا وتيمومي 86، منتخب بسيط صلاح الدين ومصطفى حجي 98، والمنتخب ده اعتقد هو الانتداب الطبيعي بعد فتره كده تراجع شويه لسنين طويله. لكن بشوف منتخب المغرب السنه دي، النسخه السنه دي، تعالوا نشوف قائمه المنتخب المغربي. احنا بنتكلم في قائمه مدججه بالنجوم واغلبها عناصر بتلعب في الدوريات الاوروبيه. يعني ياسين بونو واحد، هو السنه اللي فاتت افضل ياسين بونو حارس في اسبانيا، في سيبيا اسبانيا افضل حارس في الليجا السنه اللي فاتت، وخد جايزه زامورا الافضل حارس في الليجا. اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن على مستوى العالم بلا نقاش، لاعب باريس سان جيرمان. رومان سايس كمان ونايف اجرد ثنائي جيد جدا في خط الدفاع. عندهم بعد كده مزراوي اللاعب اللي اعتقد بدر بنون كمان معاهم في الدوري. بدر بنون موجود، لكن بدر بنون طبعا هيبقى صعب ان هو يتواجد في البطوله، لان في نايف اجرد ورومان سايس هم لعيبه اساسيه، وفي اشرف داري كمان كان مدافع الوداد اللي قابل الاهلي اللي راح دلوقتي في بريستل في فرنسا. في كمان على الجانب الاخر الظهير الايمن الثاني بيلعب في بايرن ميونخ وهو نصير مزراوي، لكن هو مش هيقدر يلعب في المركز الظهير الايمن، فبيلعب دلوقتي بيلعب في ظهير ايسر وهو بيجيد كمان في مركز ظهير الايسر. فبنتكلم في خط رباعي دفاعي قوي عالمي جدا. وسط الملعب عندهم سفيان مرابط لاعب فيورنتينا، وهو اخو نور الدين مرابط اللي كان نجم البطوله اللي فاتت، لاعب جيد جدا مع املاح اللي هو الاكتشاف في بطوله الامم الاخيره. الهجوم بقى احنا بنتكلم على ثلاثي قوي جدا، حكيم زياش نجم تشيلسي، والعائد بعد كلام كتير وشغب وطلبات اعتقد ان هو طلب شعبي ان حمد الله يرجع تاني للمنتخب المغربي. هو زياش ما كانش بيلعب مع خليلوزيتش،
ما كانش بيلعب يعني وكان ما كانش بيستدعي المنتخب. هو اللي كان واخد القرار ولا خد القرار. هو في البدايه خليلو زيتش استبعده من بطوله الامم، وهو اتفاجئ جدا ان هو واحد من نجوم المنتخب ازاي يبقى بره بطوله الامم. هو قال ان هو كان بيعاقبه، وبعد بطوله الامم خليلو زيتش رجع طلبه ان هو يروح، رفض ان هو يروح، وقال انا طول ما المدرب ده موجود انا مش هبقى موجود مع المنتخب المغربي. وبعد تغيير المدرب رجع تاني حكيم زياش. انا بتفق معاك ان المغرب ممكن تحقق حاجه في البطوله دي لسبب واحد. وليد الركراكي المدرب الحالي للمنتخب المغربي هو واحد من لعيبه المنتخب المغربي اللي مروا بنفس ظروف اللعيبه اللي موجوده تحت ايده. ليه؟ لان هو كان لاعب مغربي من لعيبه المهجر، اللي هو اللاعب المولود في فرنسا، لعب في بطولات اوروبا وكان بينضم للمنتخب، وعارف كويس اللاعب المغربي او اللاعب الجزائري او التونسي او اللاعب اللي احنا بنقول دول المغاربه لما بينضم للمنتخب هو محتاج ايه. لان دايما اللعيب اللي موجود في الدوريات الاوروبيه بيتطلب يعني عنده شويه متطلبات لازم تبقى موجوده. هو وليد الركراكي لما جه اتكلم مع الاتحاد المغربي ووفر لكل لعيبته اللي موجوده في اوروبا كل سبل الراحه وكل طلباتهم اللي كانت موجوده، وهو عارف كويس يخرج منهم افضل ما عندهم ازاي. فاعتقد ان وليد الركراكي تعيينه قبل البطوله كمدرب للمنتخب المغربي هيفرق كتير معاهم في البطوله. ونتمنى بقى نشوف الحظ السيء اللي بيصادف الاجيال المغربيه. يعني احنا بنتكلم في جيل 98 كان واحد من افضل الاجيال المغربيه على مستوى العناصر، ده وخرجوا وحتى جيل بفعل 2018 فاعل يعني. حتى جيل 2018 احنا بنتكلم في جيل كان جيد جدا، لكن اصطدم في مجموعه فيها اسبانيا والبرتغال وايران. قبل ما تخش البطوله تلاقي ان انت بتقابل اسبانيا والبرتغال، خلاص يعني الموضوع بالنسبه لك بيبقى صعب جدا. فاحنا بنتكلم ان الجيل الحالي قادر يعمل حاجه. مجموعة كرواتيا، بلجيكا، وكندا. بص خلينا نقول حاجه، احنا مجموعه المغرب ما تقدرش. كندا رايحه بالفونسو ديفيز طبعا. الفونسو ديفيز لا، انا عايز اقول لك برضه منتخب جاي والله، وتصدر مجموعته في التصفيات على حساب الولايات المتحده. دي لاول مره تحصل، والاول مره المنتخب الكندي يبقى ليه جيل قوي كده. هيرمان المدرب بتاعهم مدرب جيد جدا. فاحنا بنتكلم حاجتين قبل البطوله ما تقدرش تتكهن بيهم. لو جيل البلجيكا وجيل كرواتيا انتهوا وظهروا بمستوى سلبي او مستوى سيء، هنقول المغرب ليها حظوظ للتأهل. لكن لو جيل الكرواتي والجيل البلجيكي في قمتهم ولسه محافظين على مستواهم، وانا بتوقع جيل كرواتيا هو لسه محافظ على مستواه، جيل بلجيكا في كلام شويه هنشوفه ضد المنتخب المصري ونشوف نسخه بلجيكا، يمكن اللعيبه عارفه ان دي اخر بطوله ليها فممكن تأدي بشكل جيد. فلو الاثنين دولت في قمتهم اعتقد هيبقى صعب حظوظ المنتخب المغربي. لو كان في فرصه ان في اهتزاز شويه في كرواتيا او بلجيكا ممكن المنتخب المغربي يعني يكون ليه فرصه للتأهل. نوقف كلام هنا، يلا ونرجع نكمل بس بعد الفاصل. لسه بقى الكرنفال والجماهير خد بالك جماهيريا برضو هي البطوله الافضل. يعني ما فيش بطوله في العالم كله حتى بما فيهم تشامبيونز ليج، رغم ان انا يعني كوره ونجوم وكده متحيز اكتر للتشامبيونز ليج، لكن ما فيش بطوله في العالم مهما كانت اهميتها فيها كرنفال الجماهير ده. يعني ما فيش الملعب اللي تلاقيه مقسوم نصين، او تلاقي الجماهير قاعده في وسط بعض وكل واحد جاي بقى بالوان منتخبه وبيحتفل، وكرنفالات جوه الملعب بره الملعب، يعني وخصوصا مع الملاعب. هنقف مع فاروق ومع ملاعب او الاستادات اللي هتستضيف الماتشات، بس خليني اعدي مع فاروق كمان عشان انا براهن على افارقه. يعني ممكن جدا حتى لو ماني مش موجود بشوف السنغال برضو منتخب تقيل. ماني مهاجم مهم جدا وممكن ما يخشش في الاول لكن يلحق بعد شويه يعني يبقى جاهز للمشاركه ولا خلاص؟ لا، اصل هي مشكله ماني حاجه واحده، ان اصابه الركبه دايما ما هي بتحبش ركبه ولا شاذيه ولا اللي هي شاذيه واوتار كمان في الركبه. يعني عنده اصابتين بس، يعني اصابات الركبه ولما يكون في الم في الركبه خصوصا بايرن ميونخ، يعني قبل ما يروح هو كمان كان ضد الاستدعاء ان هو يبقى موجود في القايمه، لكن هو اعتقد ان كان في وعود كده ما بين الجهاز الطبي والجهاز الطبي السنغالي او المسؤولين في السنغال ان هو مش هيتحاملوا عليه ويتواجد لو هو مصاب، لان معرض لاصابه كبيره. بالظبط، هو معرض لاصابه كبيره، وساديو ماني واحد من اهم اللعيبه في بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ داخل بعد كده بعد كاس العالم هيقابل باريس سان جيرمان، وعنده في الدوري الالماني قصه كبيره. بس هو راح بس يعني اعتقد ان هو تواجده مشرف، يعني تواجد واحد من قاده المنتخب ضربه بتبقى كبيره صعبة جدا قوي. جدا جدا ليه هو كمان على المستوى الشخصي، لان ساديو ماني كبير وفرصه جات له ان هو يتواجد في كاس العالم ويكمل بقى الانجاز اللي هو حققه مع المنتخب بالتاهل وبطوله الامم، لكن لسوء حظه يعني انا كنت مرتبهم كده: السنغال، الكاميرون، غانا. ففوجئت بفاروق بيقول لي منتخب غانا جامد جدا. قلت له اشمعنى يعني؟ شفناش غانا لا في امم افريقيا ولا في يعني في تصفيات حتى المؤهله لكاس العالم، ما كانتش يعني حاجه عظيمه جدا.
فحكي لي بقى قصه ايه التحول اللي حصل في منتخب غانا. الاتحاد الغاني بعد راهن يعني لو بترتب ترتيب الافارقه بالنسبه لك غانا الاول بعد ساديو ماني ما كانش موجود مع السنغال بقت غانا اعتقد ان ليها فرصه، بس هي مشكله الوحيده في المنتخب الغاني هو الاتحاد. خلينا نقول من البدايه كده ايه اللي حصل. هو الاتحاد الغاني شاف ان هو بعد المستويات المتراجعه للمنتخب واحد البلاك ستارز كانت واحده من افضل المنتخبات في افريقيا مؤخرا في بطولات الامم، مستوى متراجع، خروج من المجموعات واداء سلبي جدا في الفتره الاخيره، فقال انا لازم استغل المواهب اللي عندي اللي موجوده في الدوريات الكبيره في اوروبا. بدا يخاطب لعيبه كانت واخده قرارات ان هي تمثل منتخبات اوروبيه، لا ما لقيتش فرصه كبيره، لكن هي كان على استعداد ان هي تمثل منتخبات اوروبيه، منهم واحد يعني ما تخيلتش ان هو هيسيب منتخب اسبانيا ويروح لمنتخب غانا، وهو انياكي ويليامز لاعب اتلتيك بلباو، واللاعب ده ليه رقم تاريخي ان هو اطول لاعب لعب مباريات بدون اصابه، اعتقد يعني لعب ثلاث مواسم او اربع مواسم متتاليه بدون ما يغيب مباراه واحده عن اتلتيك بلباو. اخوه بقى الصغير وبيلعب معاه في اتلتيك بلباو، هو المنتخب الغاني راح للعيله واجتمع بوالد ووالده اللاعب والاثنين الاشقاء، واحد اختار تمثيل منتخب اسبانيا وهيبقى متواجد في كاس العالم، واحد اختار تمثيل منتخب غانا وهو اللي هو الشقيق الاكبر. ده زي قصه بواتينج وغانا برضو يعني المانيا وغانا بس المره دي اسبانيا وغانا. غير كده بقى احنا بنتكلم على لعيبه قدروا يضمهم في البطوله دي لاول مره، لعيبه قويه جدا، محمد قدوس لاعب اياكس كان واحد من النجوم مسجل في ليفربول في الانفيلد، هدف جميل جدا، هو لاعب جيد في وسط الميدان. توماس بارتي لاعب ارسنال كان مش محظوظ ان هو يتواجد مع منتخب غانا الفتره اللي فاتت بسبب الاصابات، ما كانش موجود في بطوله الامم وبطولات كبيره بسبب الاصابات، هيبقى متواجد من اول البطوله. طارق لامبتي واحد من خريجي اكاديميه تشيلسي وبيلعب حاليا في نادي برايتون، واحد من الاظهره الممتازه جدا. بنتكلم محمد سليسو لاعب ساوثهامبتون، فاحنا بنتكلم في جيل موجود من دوريات الدوري الاسباني، في خمس او ست لعيبه موجوده الدوري الاسباني والدوري الانجليزي هيلعبوا لاول مره، ممكن ما يبقاش فيه انسجام شويه، لكن كلها اسماء كبيره واسماء تخض مع عائله ايو اللي انا اتمنى بقى ما تبقاش موجوده، لان هي اللي كانت سبب بالظبط وكانت سبب كبير في تراجع المستوى سواء جوردن او اندري ايو. يمكن اندري ايو حاليا بيلعب في الدوري القطري ولقى نفسه شويه في الدوري القطري ممكن يبقى موجود، لكن جوردن ايو يعني هو اللي ممكن يبقى احتياطي، لان في لعيبه كتيره دخلت على منتخب غانا هنشوفها لاول مره في كاس العالم، وانا مرشح ان هم ممكن يقدموا عروض جيده. اسود الكاميرون كاميرون بصامو لقيته الحاكم بيقول لك احنا رايحين نلعب نهائي النهائي ضد المغرب، وبعدين فيه محمد ادريس ولاعب سابق للمنتخب الكاميروني كان مجيل ايتو يعني في اخر او في اواخر ايتو، طلع في تصريح كده كان مسجل فيديو بيتكلم على صامو ايتو بيقول ان احنا اولا مباراه الجزائر هي مباراه احنا اشتريناها، مباراه الجزائر التاهل بتاعه بكاري جسام، قال كده محمد ادريس ده لاعب في منتخب الكاميرون، قال احنا اشتريناها والعلاقات ومش العلاقات وتاهلنا بسبب شراء المباراه دي. تاني حاجه قال صامو ايتو واحد من نجوم المنتخب مش متذكر اسم اللاعب استبعده واستدعى لاعب تاني، ليه؟ لان بنت عم اللاعب ده هي بنت عم ايتو زوجة اللاعب، فاضطر ان هو يستدعيه وهو ما كانش متواجد قبل كده، صله قرابه يعني. فواضح ان صامو ايتو كده من ساعه ما مسك الاتحاد هو الامر النهائي، وجايب روجبيرسونج يعني. روجبيرسونج طبعا هو مدافع سابق للمنتخب الكاميروني، ويمكن هو مش مدرب يعني بالكفاءه الكبيره، لكن صامو ايتو اعتقد ان هو المدرب وهو رئيس الاتحاد وهو بيجتمع باللعيبه في اوضه اللبس، فالكاميرون تخرج بدري بدري يعني. شكل الدنيا اتطورت جدا، انت بتتكلم في اقل من 100 سنه كاس عالم، ده كاس العالم 30 مباراه نهائيه، بصوا الملعب، بصوا الكوره، بصوا اللبس، بصوا اجسام اللعيبه. كان بيعجبني لبس الحكم قوي، لبس شيك كده تحس لابس بدله دي في مونت فيديو اعتقد في اوروجواي. والكوره اوروجواي هي بطله النسخه دي طبعا، نسختين ورا بعض، اول نسختين ورا بعض. يمكن يعني هي من النسخه الاهم بيتهيألي كانت في الماراكانا مع منتخب البرازيل. طبعا دي اصعب نسخه واهم نسخه، لحظه سبحان الله البرازيل في ملعبها تلقت على الرغم ان هي دايما حتى لو مش في احسن حالاتها دايما منتخب مرشح بقوه يعني. وبعدين ان انت 7-1 اكبر نتيجه في تاريخ البرازيل تتحقق في البرازيل نفسها. ومن المانيا ومن يعني المانيا مش من ارجنتين مثلا يعني، ومش من كانت صعبه من جدا 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 يعني. فاحنا بنتكلم لقطات بصراحه تاريخيه طبعا. لكن يعني مدى التطور اللي حاصل يعني رهيب لو رجعت للنسخه دي، وحاليا كره القدم حاليا في تطور كبير جدا يعني. طبعا ما كانش عندهم فار ساعتها. لا فار، الجمهور كان قاعد ورا الشبكه. هو الفار الجمهور هيحدد جون ولا مش جون الجمهور ولا في لقطات طبعا تاريخيه لا تنسى يعني. ومنتخبنا كان ليه تواجد طبعا في الـ في الـ في الاوائل، بقى احنا ما شفناهوش ده فاروق يعني، سمعنا بس عنه يعني سمعنا طبعا عن اساطير كبيره لمنتخبنا في الفتره دي. احنا انت بتهيالي شفت حتى 90؟ لا جيل 90 ما لحقتش، ما شفتش 90 لا
انت اولك 2018. لا 2020، هبدا من 22. ايه احلى نسخه كاس عالم شفتها بالمناسبه؟ 2002 طبعا. 2002 2002 المنتخب البرازيلي سحر بصراحه. يعني كان المنتخب البرازيلي بيقدم سحر في 2002، جيل كان الثلاثي الار رونالدينيو وريفالدو ورونالدو، كان جيل بالنسبه لي يعني جيل كبار. لا هو جبار. هو دايما يعني ما فيش جيل في البرازيل، حتى لو ما حتى جيل اللي شال سبعه ده ما فيهوش فلتات. يعني في جيل روماريو وبيبيتو دول جابوا كاس عالم طبعا. في جيل سقراطس وزيكو، ده الجيل ده انا بقى كان نفسي كان نفسي استمتع بالجيل ده، لان انا بشوف فيديوهات للجيل ده وبشوف سقراطس وبشوف زيكو. انا زيكو ورونالدو وكاكا يعني بص ما فيش جيل فوت مع برازيل ما فيهوش وروبرتو كارلوس يعني ما فيش جيل في البرازيل جه. بس انا بيتهيالي انه البرازيل السنه دي غير، يعني البرازيل السنه دي طب انت خدتني بقى للكبار طبعا، ده 8 ده 66 انجلترا كومينج هوم، اتس كومينج هوم، مهد كره القدم، اتس كومينج هوم. برضو بداوا شعار السلوجان الشهير للمنتخب الانجليزي اتس كومينج هوم، اللي هو هتعود للبيت مره اخرى، للديار مره اخرى. طبعا يعني من 66 ما شفناش اي عوده للديار، ويمكن البطوله دي طبعا كان فيها الهدف الشهير اللي الكوره يعني الهدف واضح جدا ان الكوره لم تتجاوز يعني المرمى. لكن ساعتها المنتخب الالماني تعرض يعني لما يقال ان اللي كان لازم انجلترا تاخده. كاس العالم 66 66 طبعا بوبي مور، شكل الكاس نفسه يعني بوبي مور واحد من نجوم المنتخب الامريكي وقائد المنتخب على الأمريكي. فكره احنا مرتين من 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 الثلاثه اللي تاهلنا فيهم تاهلناهم في ايطاليا مصر فعلاً؟ مصر من الاولى 90 94 و34 كانت في ايطاليا كانت في ايطاليا اعتقد كده. ده جيل منتخب البرازيل اللي بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على 70 بيليه بقى. بيليه ده بيليه طبعا. يعني انا بيليه في رايي، انا في ناس كتير سمعت اراها في بيليه ويعني مصممين ان هو افضل لاعب في التاريخ. انا بشوف ان بيليه هو ماكينه اهداف يعني غريبه الشكل. في الفتره دي كان ده يوهان كرويف نجم المنتخب طبعًا. الهولندي، وكانت هولندا والمانيا هولندا والمانيا طبعا جيرد مولر وبيكن باور. هولندا راحت اللي بعده برضو في 78 مع هولندا لعبت كام نهائي؟ مع ثلاث نهائيات مع الارجنتين، ثلاث نهائيات وما بتاخدش البطوله. ايوه 78 ده ماريو ده كامبس. كامبس طبعا بالزبط. نجم البطوله وقتها كان معانا هنا في سكايب في انا ما كنت موجود انا في الحلقه دي، وكنت محظوظ ان انا يعني بصراحه واحد من الاساطير المنتخب الارجنتيني يعني على مدار تاريخه. وحتى شوف الاداء، هو مشارك في كل اهداف المنتخب الارجنتيني في البطوله. فدايما منتخب الارجنتين عندها النجم اللي بيقدر يقودها للقب، سواء ماريو كيمبس او بعد كده في 86 مارادونا. انا بقى اللي ما بنساهاش 86، هل ميسي هيقدر يقود الارجنتين للقب؟ اشك يعني أشوك. هي دي اخر فرصه بقى، وساعتها هيبقى في حسم دي 82 تارديلي وباولو روسي ايطاليا اللي والمانيا. كانت الاشاعه الشهيره ان باولو روسي خرج من السجن عشان يلعب البطوله دي، اشاعه مش حقيقيه طبعا. وعلى فكره البطوله دي فيها بمناسبه شوماخر حارس المرمى في لقطه صعبه جدا في مش فاكر قبل النهائي ولا دور الثمانيه، ده 86 بقى، ده مكسيكو 86 82 كان مارادونا. اسبانيا ده هنا بقى مارادونا، ده مارادونا ماتش انجلترا الشهير طبعا. زي ما بقول لك كانوا انجلترا متفقين ان هم هيضربوه ومش هيلمس الكوره، دخل جونين من افضل اهدافه في التاريخ طبعا. خد بالك العشر سنين دول المانيا وصلت نهائي ثلاث نسخ ورا بعض. لا المنتخب الالماني تواجد في 82 ايطاليا 86 ارجنتين و90 ارجنتين، بس كسبتها 90 من الارجنتين ده بوروتشاجا. بوروتشاجا صح، وبوروتشاجا كان سبعه بوروتشاجا كان موجود في هو يعني يمكن ثاني افضل لاعب في البطوله بعد مارادونا. انا ده اول كاس عالم 86 يعني اشوفه. 90 طبعا بذكريات عداله السماء كان يعني كان جيل كويس جدا المنتخب. بص انا شوارع مصر في يوم التعادل الاسطوري مع هولندا ده ما شفتهاش في اي مناسبه، يعني خدنا بطولات افريقيا والناس نزلت تهيص وتحتفل، لكن يوم تحس انه الشارع بيتهز تحت رجليك، الناس ما كانتش مصدقه. بس جيل تاريخ المنتخب الهولندي كان طبعا يعني جود فوليت فرانك رايكارد 94 طبعا فيها مشهد روبرتو باجو ضربة الجزاء صعب جدا سبحان الله الجزاء طبعا مشوار عنيف جدا، واحد من اهم نجوم الكره في ايطاليا، وكان حتى من نجوم البطوله واداء كان جيد جدا يعني. فرانكو باريزي ضيع طبعا بيبيتو وجيل برضو روماريو وبيبيتو ضيع، يعني اجيال البرازيل انا اعتقد قبل البطوله تقدر تقول البطوله دي هتاخدها البرازيل زي البطوله الحاليه. يعني من قبل البطوله انت بتشوف الجيل البرازيلي تقدر تقول ان الجيل ده هياخد البطوله. اعتقد ان الجيل ده يعني كانت لحظات صعبه جدا. هنشوف ركله باجيو واحد من نجوم الكرة الإيطالية.
كانت حراس المرمى دايما عند خد بالك برضو البطوله دي كانت في امريكا، وامريكا ما كناش متعودين عليها في استضافه بطوله كاس العالم. هي كره القدم اساسا ما كانتش داخله في امريكا، دي بتاعت روبرتو باجيو. صعبه جدا، صعبه جدا جدا جدا، خساره اهم نجم. وعلى فكره هو السبب في وصول ايطاليا للمباراه النهائيه يعني. والنسخه دي نيجيريا قدمت فيها كوره ولا اروع، وخرجت من ايطاليا بسبب روبرتو باجيو اللي ضيع ضربه الجزاء دي واهدى اللقاء. فرنسا بقى وتظهر بجيل زيدان بقى 98 98. انا طب انت تقول لي مين افضل منتخب في البطوله دي؟ اقول لك هولندا. اما خرجت من البرازيل في نص النهائي كان منتخب جيد جدا، لكن ما كانش ليه حظ بعد كده المنتخب الفرنسي قدر يتوج باللقب الاول ليه. طبعا دي 2002 ورونالدو والاداء والعزف المنفرد لرونالدو الرائع وريفالدو، وفي النهائي بيحسمه بهدفين يعني طبعا. بسهوله جدا جدا. رونالدو كان ساعتها عارف انت القصه الشهيره لرونالدو كان سببها ايه؟ بمناسبه دي المعلومه دي القصه الشهيره لنص دماغه هي نص هل هاي القصه دي كان عملها ليه؟ عشان في 98 كان اتعرض في النهائي لمشاكل وضغوطات كبيره بسبب المرض، بعد كده اتصاب قبل البطوله دي مع الانتر اصابه كبيره، وكله اتكلم ان رونالدو غير انتهى ومش هيقدر يقود المنتخب، فقال ان انا الهي الصحافه بحاجه هليهم بالقصه اللي انا عملتها اللي انتشرت انتشار كبير. طبعا 2006 والحظ السيء لزيدان في المباراه النهائيه، دي اللقطه اللي ما تتنسيش برضو، ماتيراتزي وزيدان طبعا الحظ السيء لزيدان، لان هو كان واحد من نجوم البطوله ضد المنتخب البرازيلي في ربع النهائي واطرد طبعا، قدم مباراه عظيمه جدا. فرنسا بتخسر بركلات الترجيح ضد المنتخب الايطالي اللي في سكواد اعتقد ان هو واحد من اضعف السكواد يعني القوائم منتخب ايطاليا على مدار تاريخه، قدر يتوج مع مارتشيلو ليبي باللقب، وكانت بطوله مفاجاه ان المنتخب الايطالي. وعشان كده بقول لك المنتخب الايطالي لو كان موجود حتى في البطوله دي بالجيل الحالي ما تقدرش تستبعده ان هو يستبعد اللي فات ده. انا كنت بعشق ديل بيرو، لعيب كبير، لعيب كبير جدا جدا. وكاسانو كنت بحب كاسانو، كانافارو هو خد واحد هو المدافع الوحيد اللي بعد البطوله دي خد احسن خد البالندور يعني. خد بالندور خد افضل لاعب في العالم طبعا المنتخب الاسباني كان لازم يتوج ببطوله. نتاج العمل الرائع جيل لازم برشلونة. بصراحه جيل برشلونه يعني نتاج العمل الرائع لبيب جوارديولا والجيل الذهبي لبرشلونه كانت بطوله 2020 10. وانا كنت بشوف المنتخب الهولندي كمان كان سيء الحظ في النهائي الثالث ليه برضه خساره جديده. المنتخب الهولندي على الاقل يستحق بطوله واحده في كاس العالم يعني بطوله واحده يعني حرام. المنتخب الهولندي طول عمره على فكره برضه منتخب يا هولندا ولاده يعني ما تقدرش تنسى اجيال كتيره جدا. انا افتكرت جيل 90 وقبلهم طبعا جيل يوان كرويف اللي وصل النهائي 90 كانوا ابطال اوروبا، كان فيهم لود خاليد، فان باستن، فرانك رايكر دايما موجودين لحد النهائي ما في حاجه ناقصاهم. دايما فاندر فارت لما كان على الاجيال اللي جت ديبور يعني والاخوان ديبور 98 يعني روبن روبن اري روبن كان جيل اعتقد في 2010 كان ممكن يتواجد في 98 لولا البرازيل وقوه البرازيل كان ممكن يتواجد. لكن هولندا حاليا هي اضعف الاجيال، بس دايما اللاعب الهولندي ولويس فان خال كان متواجد في 2014 ما حدش توقع ان هولندا تتواجد في نص النهائي، لكن لويس فان خال كان متواجد وقال ان المنتخب الهولندي يقدر يتواجد وتواجد فعلا لحد نص النهائي مع جيل برضه ما كانش جيل لا يقارن بالاجيال السابقه. بس هي مش النسخه الاقوى برضه خلينا نتفق يعني حاليا لا يعني طبعا. لا تقارن بالاجيال اللي قبل كده طبعًا. لكن يبقى منتخب قوي. هل في منتخب شايفه ممكن يكون مفاجاه او ترشح يعني تقول للناس تابعوا المنتخب ده هيلعب كره حلوه وممكن يروح لبعيد؟ احنا مرشحين في التوقعات صربيا، حطيتها انا في نص النهائي ودي كانت مفاجاه كبيره يعني بالنسبه لي. انا ازاي رشحتها في نص النهائي؟ بس انا متوقع المنتخب الصربي هيتاهل من مجموعه صعبه زي معاه البرازيل. صربيا يعني فلاوفيتش فلاوفيتش وفي ميتروفيتش واحد من هدافين الدوري الانجليزي بقى في الاخر لازم فهو لا في جيل بيلعب كوره جماعيه جيده جدا، وقائد النادي اياكس تاديتش واحد من النجوم، ومع سافيتش لاعب لاتسيو اللي مطلوب في انديه كبيره. فهو جيل جيد للمنتخب الصربي، اعتقد ان هو اللي ممكن يكون الحصان الاسود في البطوله مع مجموعه هي اتكررت بالظبط مع البرازيل في 2018. صربيا وسويسرا والبرازيل اتكررت في 2018، صربيا وسويسرا والبرازيل، المره دي معاهم بقى الكاميرون هو المنتخب الافريقي اللي موجود اللي اعتقد مش هيبقى ليه حظوظ كبيره في المجموعه دي. المنتخب السويسري كمان منتخب جيد، لكن المجموعه دي ارشح فيها صربيا والبرازيل وارشح صربيا ان هي تكون مفاجاه البطوله. اقوى اربع منتخبات قبل ما نكمل 2014 و2018، اقوى اربع منتخبات من وجهه نظرك اصحاب حظوظ ان هم يوصلوا مربع ذهبي؟ احنا بنتكلم في البرازيل طبعا يعني بتقول بالترتيب؟ نقول بالترتيب في انا بالنسبه لي في لا نقاش مع منتخبات معينه. البرازيل لا نقاش عليها نهاية تتواجد في نص النهائي. المنتخب الاسباني مع لويس انريكي اعتقد هيكون ليه حضور قوي على عكس كل الطاقات الموجوده. لسه شويه على اسبانيا. المنتخب الاسباني في اليورو الاخير كانت بدايه ما خدش تياجو على الكانتارا،
خدش تياجو لان عنده لعيبه في وسط الملعب. يا تياجو الكانتارا مالوش كواليتي الكانتارا دي، ما فيش يعني في لعيبه كتير في خط النص. انت في بطوله زي دي برده ما تاخدش اللاعب اللي لو قعدته على الدكه ممكن يبقى عايز يلعب في اي لحظه، بس يصنع فرق. عنده بيدري وعنده جافي وعنده لعيبه بوسكيتس، هو بيتكلم في رودري او بوسكيتس، في كل مركز في اثنين لعيبه افضل من بعض. يعني رودري الكانتارا احسن من بوسكيتس، اصل هو مركز تياجو الكانتارا برضو مختلف شويه، ممكن يلعب مكان بدري، فانت تفضل تلعب ببدري واحد من افضل لعيبه الوسط الموجوده على مستوى العالم حاليا، ولا تياجو الكانتارا؟ ممكن ابدا ببدري واحط الكانتارا جنبي، يعني في اي لحظه وفي اي ظروف لعيب قادر يعمل فارق في اي وقت. انا بشوف انه هو برضو يعني سكواد قوي جدا للمنتخب الاسباني مع لويس انريكي، هو واحد من افضل المدربين على مستوى العالم بالسكواد ده، كل الكبار مدربين وطنيين. اعتقد كل الصغار او اغلب الصغار مدربين اجانب، مدربين اجانب. لكن احنا بنتكلم يعني المانيا هانز فليك، لويس انريكي مع اسبانيا، تيتي مع البرازيل، ديشام مع سكالوني مع الارجنتين، ديديا ديشام مع المنتخب الفرنسي، طبعا بولندا وسويسرا وكل المنتخبات دي منتخبات برضو وطنيه، مدربين وطنيين. حتى زي ما قلنا في افريقيا مدربين الوطنيين متواجدين، سواء مع السنغال والمغرب وتونس والكاميرون. فاحنا بنتكلم ان في تواجد قوي للمدرب الوطني عكس يعني عكس عكس الانديه بالظبط. نرجع تاني بقى، صعب احنا قلنا انك تلاقي مدرب وطني دلوقتي، يعني تلاقي ريال انشيلوتي من ايطاليا، تلاقي مش عارف توتنهام كونتي، تلاقي ليفربول يورجن كلوب، تلاقي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ما تلاقيش مدرب بتاع بلده. فاحنا بنتكلم قلنا البرازيل واسبانيا. برازيل واسبانيا. برازيل واسبانيا. انا بشوف المنتخب الالماني يعني صعب تستبعد المانيا ده بصراحه قبل البطوله، يعني الالمان بيخش البطوله مش لازم يبقى في دراسه للمنتخب. حتى في الدوري الاوروبي همشي معاك، بس حتى يعني مش المانيا برضو، مش دي بس المانيا، بس قبل بطوله كاس العالم بيبقى الوضع ماشي مختلف. هنمشيها يعني ماشي. والرابع المانيا. انا الرابع انا كنت بقول صربيا، لكن يعني خليني اقول صربيا برضو مكمل. لا مش مصدق انا مكمل. طلع فرنسا على الجنب يعني. فرنسا بص، في كده الكورس اللي موجوده او اللعنه اللي موجوده من 2000 ومن 98 لحد دلوقتي، ما فيش غير نسخه واحده في كاس العالم اللي خد البطوله قبليها ما خرجش من دور المجموعات، وهي نسخه 2002 البرازيل خدتها، كملت في 2006 لحد الدور الربع النهائي. لكن بعد كده اي مدرب خد اي منتخب خد البطوله من 98 لحد دلوقتي خرج من دور المجموعات. تمام، هنكمل كلام مع فاروق عصام ضيفنا في السادسه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نشوف ايه قصه كاس العالم. ايه قصه بقى كاس العالم 22، وايه قصه الملاعب والتكنولوجيا الجديده اللي هيتم تطبيقها؟ في حاجه هتتغير في كره القدم في كاس العالم؟ ده اللي هساله لفاروق. ايه الجديد في قطر 22؟ في حاجات كتير جديده. خلينا نتكلم في الرولز بتاعه كره القدم. احنا بنتكلم من ده اول كاس عالم هيبقى فيه 5 تبديلات. يعني كانت الفكره الاول في وقت الكورونا كانت بس تجربه، زي انا دايما الافكار الجديده في كره القدم لما بيجربوها بيلاقوا ان هي بيبقى صداها كويس فبتطبق. ففكره ال5 تبديلات هتبقى موجوده في كاس العالم ده لاول مره. التكنولوجيا الجديده في احتساب التسلل، كان شفنا في كاس العالم من نسختين تكنولوجيا عين الصقر واحتساب الهدف بالتكنولوجي. دلوقتي التكنولوجيا كمان هتتدخل وتساعد حكام الفار في احتساب التسلل، في 12 كاميرا مثبته في كل ملعب في سقف الملعب، وفي سنسور موجود في الكوره هيقدر يحسب المسافه بالظبط، مين اقرب للكوره. سواء والكاميرات دي هتقدر تحسب انهي لاعب متقدم على اللاعب الاخر. هتوهلنا دي هتوهلنا دي بعد البطوله هتوهلنا التكنولوجي دي هتبقى صعبه جدا جدا تطبق عندنا. وفي البدايه بقى في شويه عندنا كام سنه اول ما عملنا الفار يا فاروق. وبعدين لازم ملاعب يكون ليها سقف او ملاعب تكون يقدر تثبت فيها الكاميرات اللي هي بتصور من 360 درجه. طيب تعالى نستعرض وانت بتتكلم مع اشكال استادات والملاعب. ده استاد 974 راس عبود، ده طبعا الملعب ده بعد البطوله هو اللي هو معمول بالكونتينرز ده، بالكونتينرز بتاعت حاويات الشحن. حاويات الشحن، وهيتهد كله بعد البطوله ومش هيبقى موجود. لا مش هيبقى موجود خالص، مش هيبقى موجود خالص، لان هو ملعب متصمم زي ما قلت بحاويات. ده استاد البيت. استاد البيت طبعا الافتتاح، افتتاح الافتتاح، وهو استاد يعني زي ما احنا شايفين هو على شكل خيمه، الخيمه العربيه والتراث العربي. وطبعا بنحيي قطر ان هي مدخله التراث العربي في اغلب الدعايه واغلب شغل كاس العالم كله في التراث العربي. فملعب رائع جدا على شكل خيمه، وشايفين دخله الملعب حتى الدخله للمقصوره عامله ازاي. ويعني بصراحه ملعب رائع جدا جدا استاد البيت، يعني واحد من اهم الملاعب في البطوله. ده استاد
السمامه. السمامه. هو السمامه دي انا عرفت معناها. هي على هي الاستاد اتسمى كده على شكل قبعه، القبعه المشهوره في للعرب او 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 القبعه اللي بترتدى يعني العرب، فهو السمامه دي جايه من الاسم من القبعه، هو على شكل قبعه. يعني يمشي قبعه. يمشي قبعه. يمشي قبعه. يمشي قبعه يعني. ده استاد خليفه الدولي. خليفه الدولي ده الاستاد اللي كان يعني موجود قبل كده وتم تجديده. تم تجديده، واحد من الاستادات برضو المعروفه في قطر، واستاد جميل جدا شفناه في البطوله العربيه اللي كنا محظوظين ان احنا نشوف فيها الاستادات، وكانت بصراحه يعني الملعب كمان من جوه الملعب، كمان احنا بنشوفه من بره، من جوه الملعب هو في فندق، في غرفه ممكن تبقى متواجد في غرفه اقامتك داخل الملعب، يعني انت موجود نايم بالليل، الماتش الصبح تصحى تلاقي الماتش بيتلعب وتبقى موجود في غرفتك. طب يا جماعه وطوا الصوت عشان بس انا هسحب شويه. بالظبط. يعني الفندق الفندق جوه جوه الملعب. جوه الملعب. يعني في شويه تكنولوجي كده جميله جدا في كاس العالم هنشوفها لاول مره يعني. طيب نروح ده المدينه التعليميه. المدينه التعليميه برضو واحد من الملاعب اللي هتستضيف في دور المجموعات وهتكمل بعد كده. ملعب زي ما شايفين الطرازات كلها مختلفه والتصميم، وهم راعوا كمان في التصميم ان يبقى فيه اختلاف وفي اشكال يعني جميله، حتى الفان زون موجود بره الملعب، فيعني كل الملاعب فيها فان زون كبير. وزي ما شايفين يعني بس مش كل الملاعب كانت موجوده، يعني اغلب الملاعب والاستادات دي في اتعملت جديده. جديده طبعا كلها. كلها جديده وده يمكن شويه المدينه التعليميه وخليفه ده كانوا موجودين قبل كده. كانوا موجودين قبل كده. ده اللي هيك شويه الجنوب. الراي العام الاوروبي ان قالوا الملاعب دي كلها ازاي شايدوها في الوقت دوت وما كانتش موجوده في قطر، وازاي في الوقت القياسي ده قدروا يعملوا ملاعب بالشكل والعظمه دي كلها. كان في ضغط على العمال ان هم يشتغلوا في الملاعب. طبعا مشكله العمالة دي أثيرت من بدري يعني من بدري وهي موجودة، لكن قطر قدرت تخرج بهدفها من البطولة. الجنوب ده شكله برضو جميل، على شكل قوقعة بحرية. يعني هو في التصميمات كده كل تصميم بيستوحى يعني فكرة معينة أو شكل معين، فده يعني على شكل قوقعة بحرية. في بقى استاد النهائي طبعا لوسيل، لما نشوفه نشوف اللي جاي. لوسيل اللي جاي معانا ده لوسيل. يعني هو ده استاد لوسيل، ده اللي هيتلعب عليه المباراه. هو الاستاد كمان من فوق روعه يعني، وده اللي اتلعب عليه مباراه السوبر بتاع الهلال الهلال والزمالك. والزمالك طبعا كان واحد من مباريات افتتاح الاستاد. هو استاد روعه الروعه يعني، لو شفنا بقى من فوق يعني هو من فوق جميل جدا يعني، في فيو كده بيتاخد من فوق رهيب للملعب ده. اكيد طبعا التصوير والحاجات دي كلها ده من الاستادات اللي مش هتبقى موجود يعني، تخيل الاستادات دي مش هتبقى موجوده في قطر بعد كده، لان في استادات كتيره هتتهد تماما وتروح بعد كده الاعمال خير يعني. هم قالوا ان الاستادات، لان هم طبعا في الدوري القطري بعد كده او سواء المحافل اللي موجوده مش هيبقى فيه زي كاس العالم، فممكن ملعبين ثلاثه. في اكتر من ملعب مش هيبقى موجود بعد البطوله يعني. الاستادات حتى مصممه خصيصا ان هي بعد كده التصميم تتفك يعني، تتفك طبعا وبعد كده هيستخدموها في حاجات خيريه، وبعد كده هتبدا تروح في ملاعب ثانيه. ده اخر الملاعب والاستادات. استاد احمد بن علي. احمد بن علي ده كان ملعب نادي الريان القطري، واحد في مدينه الريان، في مدينه الريان او منطقه الريان. هو واحد من الملاعب القديمه برضو اللي كانت موجوده بعد كده اتجدد تماما، وهو طبعا زي ما شايفين في ملاعب بقى حواليه، ملاعب تدريبات وباركينج للعربيات. طبعا دي صور للتصميمات، لكن كل ده بقى موجود على ارض الواقع يعني. نرجع تاني للقوانين سريعا، لو في حاجه جديده كنت بتكلم عليها هنشوفها او هيتم تطبيقها غير الـ لا هو التكنولوجي بتاعت والتبديلات، وبعد كده التبديل لو في اكسترا تايم هيبقى في التبديل السادس. في حاجه جديده لازم نتكلم فيها ان هيبقى في ثلاث حكمات للمره الاولى. ثلاث حكمات بيشاركوا في منهم حكم ساحه وحكم ساحه وموجود منهم فرابارت الحكمه الفرنسيه، دي تواجدت في مباراه ريال مدريد وسلتك الاخيره في سانتياغو برنابيو، كانت اول حكمه تحكم في ملعب سانتياغو برنابيو وهتبقى موجوده في البطوله. ومنهم حكمه افريقيه اعتقد من اوغندا، اعتقد حكمه تبقى موجوده كمان حكمه ساحه، ودي حاجه بقى نستناها ونشوفها في كاس العالم. كانت بتبقى متواجده في الدوريات كده في ماتشات شويه مستخبيه، بدات تتطور في دوري الابطال وحاليا موجوده في كاس العالم، اللي دايما الحكام حتى الحكام الكبار بيبقى ليهم يعني غلطاتهم في كاس العالم. أكيد طبعا. فيعني ضغط كبير جدا على الثلاث حكمات ونشوفهم يعني، حكمه مساعده واثنين ساحه. لا بس بعتقد مع دخول التكنولوجيا حجم الاخطاء هيقل بشكل كبير جدا في البطوله دي. والحقيقه بعيدا عن المتعه والاثاره والكوره والاهداف والجمال والتصوير والملاعب، اتمنى انه الناس اللي يعني المهتمه بالتطوير تبص ازاي الدنيا بتتقدم وازاي الدنيا بتتطور، نشوف التحكيم بيتعامل ازاي في ماتشات بيتابعها لسكان الكره الارضيه كلهم، نشوف
تقنيه الفار ازاي بيتم استخدامها على الاوفسايد، الحاجات دي التصوير، تصوير مهم جدا، زوايا التصوير، نشوف شكل جديد ان شاء الله باذن الله يمكن نستفيد منه. بشكرك فاروق، نورت الدنيا. شكرا، شكرا لك يا محمد. واتمنى لك بطوله ممتعه ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وممكن في النهايه نرتب نشوف مع بعض كده، انا بشجع البرازيل وفرنسا. طب يلا نروح نشوفها هناك في قطر. نورت الدنيا. بنورك يا محمد، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وشكرا ليكم على المتابعه، ومكملين مع كاس العالم كل يوم في السادسه. تحياتي ليكم.